الاصل الاول من الأصول الثلاثه والسؤال الاول الذي تسال عنه في قبرك من ربك نعم بماذا تجيب انا هو اللي تقول ربي الله سبين <عيل> ماكين بينو أن الله سبحانه وتعالى الذي رباني اي الذي خلقني ورزقني وهذا تربيه للظاهر تربيه للبدن نكون سان شيا انو نانغالاغاسا اكن شيا ان دوميكا ساكن ات ان ان نعم ورباني تربية للباطن بإنزال الكتب وإرسال الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. شاء أن نعى لقى سأقين سبما مجتان نعى أن بوسو نكون سان شاء أن نبيعي at mga propeta, nagpadala ng mga propeta upang ako'y magabayan. <mintiloto> Faidha kana Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-khaliq wal al-raziq, labud an yu'bad, wala yu'bad gaya Allah subhanahu wa ta'ala. Kung ang Allah subhanahu wa ta'ala siya ang tagapaglikha at nagbibigay ng, ng uh, biyaya, nararapat lamang siya, siya ang dapat sambahin at wala nang iba pa. Naam. Wa man sarafa shay'an من العبادة لغير الله مرة واحدة في حياته سجد لغير الله هذا مشرك شرك أكبر خالد مخلد خلود أبد في النار إلا نتو. أن إبالينيا أن نمّع نع팍 سببا ما ليبن الله سبحانه وتعالى هل يبوا إيشا ينكسو جود كأي إسّان سو جود لامع أتى تي نالينيا سا إبّا الله سبحانه وتعالى شا أي ماتتاقعنا إسّان مشرك ونقطتامبر سا الله سبحانه وتعالى نشا أي panghabang بواي سا نحن

dahil itong trabaho ito ay para lamang sa mga ulama at hindi tayo pwedeng manghimasok dito. Ang atin lamang ay dapat natin pag-aaralan kung ano ang hatol sa mga taong gumagawa ng shirk na ito. Fanahdhar min ash-shirk wa minhu wallahu a'lam. At tayo magbibigay ng babala patungo sa shirk at magbabala tayo mula sa mga gumagawa ng shirk na ito.